السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الحالة تاع ملعب الرويبة الذي سوف يستقبل مقابلات نتاع الكان تحت 17 سنة في الشهر تاع ماي إذن الداخل، وسوف نشوف يعني في هذه المنافسة هل الفريق نتاع المروك سوف يشارك أم لا يشارك كما فعل في الشان. ونذكركم واحد النقطة مهمة جدا، أنه لن يكون، بعض الناس يقول لك عليها وكذا وكيفاش، أنا نقول لهم لن يكون فتح للحدود مع هذه الدولة طالما أنها ما زالت تمارس سياسة التوسع الإمبرياليس في بلادها، وطالما أن فيه بند في دستورها، دستور 1962 تاع المروك يتكلم عن الحدود، ما يسموها الحدود الحقة، وهو يشمل أطماعهم في التوسعية باتجاه جيرانهم الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية. إذن طالما أن هناك هذا البند في الدستور تاع المروك، لن تكون فيه فتح حدود ولا فتح مجال جوي ولا هم يحزنون. إذا أرادوا المشاركة فليأتوا عبر دول أخرى، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.